السحر والجمال والطبيعة والحضارة والتاريخ من أكثر من 5900 سنة لما يجتمعوا في مالطا تبقى أجمل بلد في أوروبا أو أجمل بلد في العالم كله. شايفين جزيرة كونيمو لما يجتمع المية التركواز مع المية الزرقاء مع الجمال نقول سبحان الله. صباح الخير عليكم من سان جوليان، أحييكم. طبعا احنا الصبح بدينا دي اشهر كنيسة في سان جوليان مالطا. ده فندق الماريوت، جزيرة تستاهل الزيارة. الطبيعة والبحر والمية وكل حاجة فيها 10/10. أنصح كل واحد عاوز يجي مالطا لازم يخلي في أولوياته الجزيرة دي. كومينو في الدعم والاشتراك في القناة عشان نعمل فيديوهات كثيرة من دول كثيرة إن شاء الله، إن ربنا ادانا العمر يعني. يلا الفيديو مستمر من كومينو. الكاميرا هتتكلم والصور هتتكلم، مش شرط إني أتكلم أو أقول حاجة عن الجزيرة الجميلة دي. Thank you.
الصبح، من الساعة 8 الصبح تمشي الساعة 5، بيجيبوا أكلهم معاهم. وهنا فيه محلات يعني زي نظام زي ما بنقول كده أكشاك صغيرة، فيها سندوتشات وحاجات ومشروبات، بس معظم الناس يعني بتيجي بتجيب الأكل معاها. شايفين أمن وأمان، ولا في بوليس ولا شرطة ولا أي حد، كل واحد حارس نفسه وخلاص. الناس يعني بلد بصراحة نسبة الأمان فيها 100%، ما فيش يعني، مش أنا اللي بقول كده، معدل الجريمة هنا 0. سبحان الله. الآن احنا راجعين من جزيرة كومينو، انتهت الزيارة، لكن لما تنتهي الجولة الفيديو مستمر. أسعار التذاكر 13 يورو للكبار و7 يورو للأطفال. نحن الآن في مرسى شلوك، يعتبر ثاني أكبر ميناء في مالطا. إنه قرية صيد تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من مالطا، وتتميز بسوق السمك الكبير الذي يقام كل يوم أحد في كل أنحاء القرية، ويقدم هذا المرسى السير وفرص جميلة للاستمتاع. فتجد من جهة الصيادين المحليين يقومون بإصلاح شباك الصيد والقوارب الخاصة بهم، ومن جهة أخرى تجد القوارب التقليدية الملونة مشكلة لوحة فنية استثنائية في البحر. تعد هذه القوارب رمزا وطنيا وتاريخيا للمدينة، وهي قيد للاستخدام حتى يومنا هذا. فاللون الأحمر فيها يرمز للشمس، والأصفر كشجاعة الصيادين، والأخضر للأمل والحظ، أما اللون الأزرق فيعود لجوهرة مالطا ومهنة صيد الأسماك لهذه القرية ولأهل القرية، يعتبر متوارثة عن الآباء والأجداد من مئات السنين، ويعد مقصدا سياحيا هاما للزائرين. فيتوافد السياح من جميع أنحاء العالم للزيارة والاستمتاع بالسير على جنبات المرسى والاستمتاع بالجو الجميل والبحر وشراء الأسماك الطازجة.